لأرى العاقبة سيئة، ولن تجني منها أمة الإسلام إلا كل شر. ها قد جاء عمر. كيف حالك يا خالد؟ بخير يا طلعاش. أراك تناسيت الرهان الذي بيننا. لا والله ما نسيت، ولكني مشفق عليك من الهزيمة. أشفق على نفسك أولاً، هاك 50 درهم، وإن لم تمانع يكون خالد بن الوليد شقيقي رقيباً لنا. نعم الرقيب خالد. أعرف أولاً ماهية الرهان، فليس لدي عنه نبأ. تراهنا على أن يستبق بفرسيهما، والفائز يأخذ من الخاسر 50 درهماً. هو ذاك إذن. ما دمتم قد ارتضيتموني رقيباً، أفترضون أن أكون حاكماً أيضاً؟ على ما يا ابن الوليد؟ الفائز منكما لا يدخل على داره درهماً واحداً من الرهان. لم أفهم قصدك. بل أنا فهمت. لا فض فوك يا خالد، وأنعم بك من حكم. هو حكم وأنت فهمت، وأنا صاحب المال لم أفهم بعد. صاحب المال؟ أأنبأتك الآلهة أنك الفائز إذن؟ ها؟
بل أنبأتني ثقتي بنفسي يا عمارة يا ابن الوليد. سنرى سنرى، وستعلم أن ثقتك بنفسك هذه محض خيال وأوهام. يا لك من مغرور، هيا بنا وسترى. مهلا، فلنتفق أولا على أن قيمة الرهان سنشرب بها خمرا معتقة في حانة كالكعة اليهودي. ها، أتوافقان؟ أنا أوافق. هيا بنا إذا. هيا. يا أم عبد الله، أما من أحد هنا؟ يا أم عبد الله، يا منية النفس، انتظرت أن أسمعها منك حتى أسرع إليك. تحبين أن أناديك هكذا يا ريتا؟ أحب أن أكون عندك هكذا منية النفس، هكذا ناديتني ليلة عرسنا. هيا، أعددت لك طعاما يزيد هواك لي. أكثر مما بي من ولد، قلبي لا يحتمل. أين ولداي عبد الله ومحمد؟ في السوق يبيعاني ويشتريان. أليس ولدي عمرو بن العاص؟ حفظتهما الآلهة. هذا لحم وثريد تعودنا أن نطعمه، لكن ما هذا؟ فلوذج. فلو ماذا؟ ذج، فلوذج. إنه حلو. لأنه ممزوج بالعسل. ومن علمك صنعه؟ جارية فارسية عند عبد الله بن جدعان. اصبر، اللحم والثريد أولا والفلوذج ثانيا، ثم الأحلى والأشهى ثالثا ورابعا وخامسا. الأحلى والأشهى؟ أنت يا ريتة يا منية النفس، أخجلتني يا عمرو وأفعمت قلبي بالسعادة والرضا. هيا إلي يا عمرو. اللحم والثريد والفلوذج أولا. لا بأس، مع أن الشوق جارف. عمرو، ألن تتزوج غيري علي؟ وما حاجتي لغيري وأنت تغنينني عمن سواك؟ الرجال عادة لا يكتفون بامرأة واحدة. أنا لست ككل الرجال، وأنت لست ككل النساء. أنت ألف امرأة في امرأة واحدة. نسيت أن أخبرك، لقد صرعته اليوم في البيداء خارج مكة. صرعته؟ صرعت من يا عمرو؟ لا تنزعجي هكذا، فمن أعني لا يستحق ذرة شفقة أو خوف. من هو بحق الآلهة؟ البغيض ابن الوليد بن المغيرة. قتلت عمارة؟ لم أقتل، وإن كنت قد وددت. تقول إنك صرعته؟ أعني أننا استبقنا فسبقته وفزت بالرهان. إنك دائما تنتصر عليه يا شقيق القلب. اليوم انتصرت عليه وفزت بالرهان، ومنذ سنوات مضت انتصرت عليه أيضا وفزت بي أنا. كنت تفضلين أن يفوز بك هو؟ واللاتي والعزة وسواع وهدي وكل الآلهة، لم أفضله عليك أبدا وأنت تعلم ذلك. نعم أعلم. فلماذا إذن قلت ما قلت؟ أحببت أن أداعبك، ولكني غضبت منك. ما أسرع ما تغضبين، وما أشهى أن أصالحك. وعندي جوار
يخلبن الألباب بحسنهن ويجدن فن إرضاء الرجل. لا أريد جواريك، فأنا لست ممن يشتهون العاهرات أو أصحاب الرايات الحمر. مأساته القديمة تحركت في داخله. ابن النابغة. ماذا قلت؟ لا شأن لك بما قلت، هذا شيء بيني وبين صفوان بن أمية. ماذا قلت يا ابن الوليد بن المغيرة؟ أخفتني بزئيرك الأجوف هذا. سترى مني ما هو أكثر من الزئير. اهدأ يا عم، اهدأ. ماذا دهاكم؟ أجينا الحانة نلهو وننتشي أم نتعارك ونتقاتل؟ تسعى إلى حتفك بقدمك عبد العاص. اهدأ يا عمارة، خلي بيني وبينه، هو أخي وأنت صديقي، ماذا أفعل بينكما؟ اهدأ اهدأ يا عم، بالله عليك اهدأ. كالكوعة، أين أنت في هذا الصخب؟ أوحشنا رقص زينة ابنتك. هيا زينة يا ابنتي، كل من في الحانة في شوق إليك. كان يجب أن تقول ما قلت يا نبي. وهل قلت غير ما يعرفه كل أهل مكة؟ إنه ابن العاص بن سهل سيد قومه، ولكنه أيضا ابن النابغة. المرء ينسب لأبيه يا عمارة، وأنت تعلم ذلك جيدا. والعاص نفسه يتباهى بأنه والد عمرو، وينزله في نفسه مكانة أفضل من مكانة ولده الثاني هشام بن حرملة بنت المغيرة بنت عمك. تغالي في حماسك له لأنه صديقك؟ بل أعز صديق لي، وكل شباب مكة يتمنى أن يصادقه إلا أنت يا عمارة، ما زال الحقد يملأ قلبك نحوه. ما بك يا شقيق القلب؟ إنك لم تنم طول ليلتك. شبح الماضي يطاردني يا ريتا. الماضي؟ أي ماضي يا أبا عبد الله؟ الماضي الذي كان قبل أن تلدني النابغة. أمك؟ وليتها ما ولدتني قط. هون عليك يا عمر، فماضي أمك لا يشينها، لأنه كان مفروضاً عليها قهراً لا اختياراً. لكنه يشينني أنا، على الأقل في نظر بعض السفلة، حتى وإن كانوا من علية القوم. أهو ثانية؟ نعم، تغره منعة بني المغيرة وبني مخزوم. هون عليك يا شقيق القلب، فإنه لم ولن ينسى لك أبداً أني فضلتك عليه. إلى أين؟ انتظر يا عمرو. لا تقسو عليها هكذا، وتذكر
أنها حملتك في بطنها وأرضعتك لبن ثديها، وما يجب أن يكون هذا جزاءها. لقد كانت سيدة في قومها ومن كرام أسرهم، وقد هاجم بعض الفتاك مضارب قبيلتها وسبوها مع غيرها وضعوها هنا في سوق الرقيق بمكة. فهل كان ما حاق بها من تدبيرها؟ أو هل كان في يدها أن تمنع قدرها؟ الحرة أصبحت جارية تباع وتشترى. واشتريتها أنت؟ نعم، أحببتها قبل أن أضمها إلى إمائي، وجدت فيها من طيب الخصال ما لا تتصف به كثيرات من الحرائر التي يباهين برفعة النسب، فأعتقتها وتزوجتها. وقد حملت بك وهي حرة وزوجة وسيدة هذه الدار إلى أن فاضت روحها. إياك أن تعود إلى ما أنت فيه يا عمرو، إياك أن تراودك هذه الوساوس مرة أخرى. قم طف بالكعبة تصفو نفسك وقدم قربانا للآلهة. ابن العاص، لك حاجة تهمس بها عند أقدام سواع تقضيها لك؟ الآلهة تعرف مكنون قلوبنا دون أن نبوح به. نعم نعم. اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وسواع هن الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لبيك اللهم بل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك ولا ند لك، لا شريك لك ولا ند لك. ويحك يا زيد، أتخالف دعاءنا وتجهر به؟ ولما لا تقولون الحق وتدعون الله الواحد الأحد؟ أما زلت عند غيك الذي كان سببا في طرد أخيك الخطاب بن نفيل لك زمنا؟ وهل يمنعني جبروت الخطاب وظلمه لي من أن أحيد عن خلاص نفسي من سفهكم؟ سفهنا؟ أنت تسفهنا يا زيد؟ تسفهنا؟ تعال تعال تحت أقدام سواع لأذبحك قربانا لها ولباقي الآلهة. حنانيك ابن العاص، حنانيك، لا تجعل غضبك يغلبك. يسفهنا ويسفه آلهتنا، ولكنك لست فظا غليظ القلب يا ابن العاص. اترك بحق من تحلف بهم، اترك. تتشفع له لأنك أنت أيضا صبأت عن ديننا. الكل يعلم أني تنصرت، فلكم دينكم ولي دين. سأترك أمرك للخطاب، فهو أخوك وأولى بتأديبك وردك عن غيك. الماء المملح يا ورد، يا له من غلاظ القلوب، كأنها قدت من حجر. الملح يطهر الجروح ويدملها. تحمل يا زيد، تحمل. يا رب الأرباب، أشكوهم إليك، ومهما اجتمعت قوى بطشهم علي فلن أعبد إلاك. يا رب البيت الحرام ويا خالق كل شيء. ولكن يا أخي ورقة، لماذا يضطهدون زيدا هكذا؟ ألأنه لا يعبد الأوثان قط؟ ولن أعبدها، ما بقيت روحي في جسدي، ولكني أعبد الله على ملة إبراهيم حنيفا. فإلهي إله إبراهيم،
ودين دين إبراهيم. إنما يثير عجبي وتساؤلي يا ورقة أنه لم يتعرض لك أحد بشر رغم تنصرك، ولست وحدك من تنصرت، بل هناك آخرون مثل عبد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث بن عمنا، وأنا نعم أنا لم أتنصر، ولكني عزفت عن عبادة الأوثان كلها. رقيقة يا بنت أمي وأبي، في مكة ها هنا تنصري أو تهودي، اعبد النار أو الشمس أو القمر، اعبد الوثن أو الصنم، اعبدي ما تشائين، ولكن حذاري حذاري أن تسفي آلهتهم، فهم يستمدون منها قوتهم ومكانتهم وعزوتهم، وتقوى بها شكيمتهم وشوكتهم، وتظل مكة بالكعبة وآلهتهم قبلة لكل العرب. فهمت، إنهم يدافعون عن وجودهم هم وليس عن آلهتهم. فراس بن نبتل، أي ريح أتت بك من يثرب إلى مكة وأنا لم أرك منذ سنين خلت؟ إذا لم تخن الذاكرة فأنت حزيران القضاعي، أشهر تجار القماش، وخصوصا الحرير الخالص في كل يثرب وما حولها. يا مرحبا يا مرحبا بمن يهود في حانتك الكوعة، تفضلا تفضلا، يا مرحبا يا مرحبا، تفضلا. السريحة السريحة. أجئتما إلى مكة في زيارة أم في تجارة؟ وهل مثلنا يتجشم مشقة السفر من يثرب إلى مكة للزيارة؟ جئنا للتجارة بالطبع. ولأي تجارة تسعيان؟ أستطيع أن أدلكما؟ بلا مقابل يا كلكعة؟ بلا مقابل، فبنو يهود يجب أن يساعد بعضهم بعضا. باختصار، موسم جني التمر أوشك في يثرب، والتمر هو المحصول الرئيسي هناك، وموسم جني التمر يعتبر موسم رواج، فيه تنتعش الأسواق ويقبل فيه الناس على الشراء، فيربح التجار أرباحا وفيرة، وقماش الحرير سلعة رائجة مطلوبة، ولكن المتوفر منها لدى تجار يثرب قليل، بل أقل القليل إن شئت الحقيقة. فهمت دون أن تكمل. لقد جئتما إلى مكة تشتريان كل ما تجدان من حرير وتبيعانه بالثمن الذي تحددان، ولن يجد الناس حريرا عند سواكما في كل يثرب. وهل نجد عند تجار مكة ما يكفي لحاجتنا؟ أبشرا، فبمكة تجار كبار تخصصوا في تجارة الحرير الحر والقطيفة والمخمل الموشى بالقصب، ولكن خذوها مني نصيحة. انصحنا بحق موسى وهارون. لا تجعل التجار هنا في مكة يشعرون بتهافتكما على الشراء فيغالوا في السعر. صدقت يا أخي يهود، في الصباح نذهب إلى السوق. أي صباح تعني يا فراس؟ أنسيت أن غدا السبت، وأن اللعنة تحل على اليهودي الذي يبيع أو يشتري أو يقوم بأي عمل في هذا اليوم المقدس؟ نسيت يا حزيران نسيت، فليكن بعد غد. أمتى صباحا يا أبا طالب؟ أخي الزبير، مرحبا بك يا أبا الطاهر. مرحبا بك. مضت أيام لم أرك فيها. خرجت إلى ثقيف، كيف حال امرأتك وعيالك؟ كلهم بخير. وكيف حال إخوتنا؟ أبو لهب تسأل عنه زوجته أروى بنت حرب، فهي التي تملك قيادة، والعباس مجهول بتجارته، وحمزة لا يعود من رحلة صيد إلا ليبدأ غيرها. نعم نعم، فأخي حمزة مولع بالصيد. وكيف حال ابن أخينا الذي استأثرت أنت بكفالته دوننا جميعا بعد ممات أبينا عبد المطلب؟ محمد، لقد كان البركة التي حلت بداري يا أبا الطاهر، وقد استكثرتم علي بركته منذ كفلته إلى أن تزوج خديجة وترك داري. إنما أردت أن أشاركك أعباء كفالته
لكنك أبيت وأصررت على تحمل العبء كله حتى تزوج. لم تكن لكفالته أي أعباء، بالعكس فقد نهلت أنا وزوجتي وأولادي من فيض بركته، وتطهرت داري بطهره، فهو لم يشرب خمرا طوال حياته، ولم يضاجع امرأة واحدة، حرة كانت أو عاهرة، وما أكثر العاهرات هنا، ولم يصخب ولم يفحش ولم يرتكب أي معصية، كما أنه لم يكذب ولم يغتب ولم يضمر سوءا لأحد ولم يخن الأمانة قط. لذلك لقبه كل أهل مكة بمحمد الأمين المؤتمن. لله ضره من رجل اجتمعت له كل صفات الكمال التي لم تجتمع لبشر من قبل. حييت يا أبا طالب. إنه حرير هندي حر يا ابن وائل، لكنه مخزون منذ فترة، وطول فترة التخزين تقلل قيمته. بكم تبيع الزراع؟ بأربعة دراهم. سأشتري كل ما لديك من هذا النوع بثلاثة دراهم للزراع. كل ما لدي. وكم لديك لتندهش هكذا؟ لدي في مخازني 10,000 ذراع اشتريتها. لا تذكر من باع لك، فهو بالتأكيد لم يجبرك على الشراء منه. لكن اشتريت الذراع بأربعة دراهم، وكنت أتعشم أن أبيعه بخمسة، وها أنت تعرض علي أن تشتري بثلاثة دراهم. يعني بدلا من أن أكسب درهما في كل ذراع أخسر درهما. التجارة ربح وخسارة، أليس كذلك؟ وعلى العموم قماشك في مخزنك ودراهمي ما زالت معي. شاور عقلك، لأنك لو انتظرت إلى الغد فلن أشتريه بأكثر من درهمين للزراع. عمت صباحا يا أبا طلبة. يا مرحبا بابن العاص. أريني ما عندك من قطيفة. لدي ما يسر الناظرين ويسعد اللابسين ويزيد التجار ربحا. لا تبالغ في وصف بضاعتك. عفوا يا أبا طلبة. بإذنك. هل أنت جاد في شراء كل ما لدي من حرير حر؟ نعم، ولكن بالسعر الذي ذكرت. بسعر اليوم وليس بسعر الغد. لا بأس، فالغد لم يأتي بعد. موافق. انقل كل ما عندك إلى مخازني، وبعد أن أفرزه ثوبا ثوبا سأعطيك الثمن. لنعم إلى القطيفة. بكم الزراع؟ مد يدك يا عم، فلحم الضأن يشد العصب. أكلت أنا وزوجتي وأولادي وشكرنا الآلهة. اشرب اشرب بسرعة. روحي كادت أن تفارقني. الضربة كانت أشد مما ينبغي. هشام يا ولدي، ألم ترضعك أمك حرملة شيئا من الحنان كما فعلت النابغة مع عم؟ أنا خشيت عليك يا أبي. قد يختلف الأخوان في الطباع، ومع ذلك فهشام لا يقل رقة وحبا لك عن أخيه عمرو. صدقت يا حرملة، سمعت أنك جمعت كل ما بسوق مكة من حرير وقطيفة ومخمل. ممن علمت؟ مكة كلها تعرف. وهل في ذلك عيب؟ أبدا، وسؤالي وأنا أبوك ليس عيبا أيضا. ألست تاجرا يبيع ويشتري؟ بلى، وكل التجار كذلك، وأنا مثلهم. إذن فقد اشتريت الحرير والقطيفة والمخمل اليوم، وربما رضيت عني الآلهة فأبيعها غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو سنة، فأكسب فيها أو أخسر، وإن كنت أرجو أن يكون الربح في جانبي. عمرو، أنت تخفي عني أمرا، ولكن أنت وشأنك، كل ما أرجو أن توفق فيه، فأنا أحب لك الخير. ما دمت غصت في أعماقي وعرفت أني أخفي عنك سرا فسأكشفه لك، بل وسأشركك فيما انتويت.
تفضلك تفضلك. يا أبا عبد الله. نعم يا والدي. هل عينك كل أنواع وكميات الأقمشة التي بمخازني ومخازني؟ ها نعم نعم لقد فعلنا. فحصاها فحصا جيدا. عفوا ولكن. لا عليك لا عليك، هذا حقكما. أنا نفسي لا أشتري شيئا قبل أن أفحصه. ولكن الثمن الذي طلبه أبو عبد الله ابنك في كل ذراع من الأقمشة التي لديكم مغالفي، ثقيل علينا. كم طلبت منهم يا أبا عبد الله؟ طلبت لذراع الحرير الحر 6 دراهم، ولذراع القطيفة بألوانها 5.5 دراهم، ولذراع المخمل الموشى بالقصب 8 دراهم. بخست سعر بضاعتنا يا أبا عبد الله، فأنت تعلم أننا نبيع ذراع الحرير الحر 7 دراهم لا 6، وذراع القطيفة 6.5 دراهم لا 5.5 كما قلت لهم، وذراع المخمل 9 دراهم لا 8. هذا كثير كثير جدا. أموالكم ما زالت معكم فاشتروا من غيرنا. لا لا لا، لا يوجد ذراع واحد مما نبغي عند غيركم. الأمر متروك لكم على كل حال. أبي لقد خفضت لهم السعر بما قيمته 1 درهم من كل صنف إكراما لهم كتجار يريدون أن يبيعوا ويربحوا، فليأذن لي والدي وليسمح لي بأن أبيع لهما بالسعر الذي اقترحت. ما كان لي أن أغير من كلمة أعطيتها يا عمرو، فشرف التاجر مرهون بتنفيذ كلمته. ماذا قلتما يا سادة يهود ويا كبار تجار يثرب؟ لا خيار أمامنا. نعم فقد وقعنا بين شقي الراحات. البر اليمني، 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 البر اليمني. بر من أجود ما أنتجته أرض اليمن. لا تبالغ في مدح بضاعتك، فبينها وبين الجودة فراسخ. كم لديك منها؟ حمل 3 بعير. أيمني الرجل؟ نعم، ومن بني زبيد. وبكم تبيعني كل ما حملت يمني من بر؟ كل ما أحمل؟ ألم تسمع ما قلت يا رجل؟ الغرارة 60 درهما، ولدي 50 غرارة، أي أن كل الثمن 3000 درهم. تبا لك، جئت لتبتزنا هنا في عقر دارنا؟ عفوا يا سيد القوم، لكن هذا هو الثمن. يكفيك 1500. دعك مني ومن بضاعتي، إن لم يناسبك الثمن. إن لم تبع لي فلن يشتري منك أحد هنا. إذن زد لي الثمن. عفوا يا سيد بني سهم، بكم تبيع وكم عرض عليك العاص بن وائل؟ لا شأن لك يا ابن بني عبس. أيمني أنت من بني عبس؟ أنا زبيدي من اليمن، فأجرني من عزف هذا الرجل. تطاولت فحق عليك العقاب. أدبوه. كف عن إذاء الرجل. كفى، احملوا البر إلى مخزني. خذ، كنت سأزيدك، ولكن بعد زلافة لسانك وتطاولك على أسيادك فلن أزيدك درهما واحدا. خذ. يا أخي عليك بحلف الفضول. يا قوم، دار ابن جدعان تشهد علينا أننا منذ سنوات عقدنا نحن بني هاشم وزهرة وأسد ومخزوم وأمية حلف الفضول. أم تراكم قد نسيتم؟ كيف ننسى يا أبا الطاهر؟ إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالموا، أمر عليه تعاهدوا وتواثقوا، فالجار والمظلوم فيهم سالم. لم أكن في مكة يوم عقدتم حلفكم هذا، بل كنت أنا وأخي شيبة نستروح في ضيعتنا بالطائف، لذا لم ندخل هذا الحلف. أنت تقر إذن يا عتبة بن ربيعة ما وقع على الزبيدي؟ كلا ولاتي،
فما أرضى الظلم أو القهر لأحد من أي بطن من بطون العرب كافة. جاء إلى مكة معتمرا أو حاجا أو تاجرا يبيع ويشتري. غير أني أود أن أشير فقط إلى أن الموقف يحتاج إلى لباقة وروية. أنتم تعرفون العاص بن سهم وتعرفون عناده وصلابة رأيه. دعني العاص بن وائل، فإنه صهرنا ولعله يلين لنا. وإذا لم؟ الرأي إذن يكون كما ترى. لن يخرج البر من مخزني إلا وأنا جثة هامدة، ولن أخشى تحالف من تحالف، ولن يرهبني حلف الفضول هذا الذي تتشدقون به. لقد كنت أحد دعاماته، وطالما شاركت فيما تعرض له من مواقف حافظت لمكة سمعتها كبلد آمن لا يحق الظلم بمن يطأ أرضها. وها أنتم الآن تشهرون حلفكم في وجهي. أنا العاص بن وائل بن سهم. كفى كفى يا ابن وائل، فليس منا من يجهل حسبك وعراقة محتدك. إذا ماذا؟ إذا ماذا؟ إذا تنصاع إلى ما يشير عليك به عمي أبو عمارة. أنصاع؟ تقصد أن تمعن التفكير فيما عرضه عليك سيد بني المغيرة، أليس هذا ما قصدته يا زوجة أبي؟ هو ذاك إن كان يرضيه أو يهدئ من ثورته. أتأذن لي يا أبي أن أبدي رأيي؟ قل. أتأذن لي يا أبا خالد؟ تكنيني بأصغر أبنائي؟ ربما لأن خالدا صديقي. وعمارة أليس تربك؟ والوليد وهشام كلهم لهم معزة وإكبار، لكن خالدا تربطني به صداقة. تحدث فيما نحن فيه إذا كان لديك ما تقول أو فاصمت. ربما قصدنا أن نخفف بعد ثورتك. أبي أقسمت ألا يخرج البر من مخزنك؟ نعم أقسمت باللات والعزة ومنات وهبل وبكل الآلهة. إذن فيمينك قائم ولن تحنث به مطلقا. ولكن مهلا يا سيد بني المغيرة وبني مخزوم كلها، كم أعطيت الزبيدي؟ 1500 درهم. إذن بع لي البر ب2000، يكن ربحك 500 درهم. أيرضيك هذا يا أبي؟ اقبل يا أبي اقبل، ودع أخي أبا عبد الله يواجه الموقف، وأنا واثق أنه له. ولكن يربحك ابنك 500 درهم ففيما التردد ولم تبذل أي جهد؟ أم تراك تريد مواجهة بين بني سهم وباقي العشائر؟ صاهن يا امرأة صاهن، ولا تتدخلي في أمور الرجال. النساء هن من تحملن نتائج نزق الرجال، وما أكثر نزق الرجال عندما تشيخ عقولهم. واللات والعزة والعزة لا تكمل القسم وتحدث فيما نحن فيه، أليس هذا ما قلته في التو؟ لا فض فمك يا هشام يا ابن العاص. هاك 2000 من الدراهم، وبهذا يكون قسمك ساريا ومؤمنا، وسأبعث من يحمل البر إلى منزله. اتفقنا يا ابن وائل ويا أبا عم. اتفقنا، ولكن كيف سترضي الزبيدي؟ سأعطيه ما طلب، وإن طلب زيادة أعطيته. كيف يا أحمق؟ تبيع وتشتري لتكسب أم لتخسر؟ هكذا علمتك أصول التجارة؟ نعم هكذا علمتني. البر في الحبشة يباع بأضعاف ثمنه هنا، وفي أول سفرة إلى الحبشة سأحمل هذا البر ضمن بضاعتي، فأبيعه وأربح منه ربحا وفيرا مضاعفا. كيف لم يصل فكري إلى ما وصلت إليه؟ لست ملوما في ذلك يا أبي. ابنك أبعد منك نظرا يا ابن وائل. ليس هذا كل شيء، فلو شاع خبر اغتصابنا لحق الزبيدي بين قومه في اليمن لتربصوا بنا، ونحن أصحاب تجارة نقصد بلادهم كل عام في رحلة الشتاء وفي غيرها، ولنا مصالح مع التجار هناك، نبيعهم ما نحمله معنا من هنا ونشتري منهم البضائع التي نحمل بها عيرنا من هناك، ثم نعود فنبيعها في مصر أو الشام أو الحبشة أو العراق. فهل نفسد كل هذا ب1500 درهم؟ لا، ابنك أكثر منك دهاء يا سيد بني سهم. وسيكون له شأن، وأي شأن؟
استيقظت مبكرا؟ وهل نمت حتى استيقظ؟ وهل مكثت طيلة ليلك تقرا في الانجيل يا ابن امي وابي؟ لم اكن وحيدا. مع من كنت؟ كنت مع الرب ويسوع والحواريين. حسبت بعض الجان كان معك. الجان لا يقربونني، فأنا محصن بقوة الرب، محصن ببركته. ما أشد إيمانك يا ابن أبي. سأجهز لك طعاما فأنت تحتاجه وتستحقه. ولكن لا بد من أن تتم الكلمة التي في الناموس. إنهم أبغضوني باطلا، فلو جاء المنحمنا هذا الذي يرسله الله لكم من عند الرب وروح القدس هذا الذي من عند الرب خرج، فهو شهيد علي وأنتم أيضا. الآن جاء وقت الطعام. أكان هذا من الإنجيل ما قرأت؟ نعم. ورقة، لقد فهمت كل كلمة فيه، ولكن هناك كلمة صعب علي فهمها. ما هي؟ المنحمنة. إنها لفظة سريانية معناها النبي المنتظر. النبي المنتظر؟ نعم، النبي الذي بشر المسيح أنه سيأتي من بعده وسيكون خاتم النبيين. يا ترى من يكون ذلك النبي؟ الرب وحده يعلم، لكن في الإنجيل كما في التوراة إشارات تدل على صفات النبي المنتظر. أورد في هذه الإشارات أن النبي المنتظر سيكون من أهل مكة؟ نعم، وسيكون من نسل إبراهيم وإسماعيل. لن يكون يهوديا إذن؟ ولا نصرانيا، بل سيحيي ملة إبراهيم. سأرى من الطارق. أنت صباحا يا رقيقة. أنت صباحا يا هالة، تفضل. أنت صباحا يا ابن العم. ابنة عمنا هالة، أية ريح طيبة ساقتك إلينا. لم تزرنا من زمن، ربما دفعها الشوق فطرقت بابنا، أليس كذلك يا هالة؟ شوقي إليكما لا ينقطع، غير أني جئت الآن مرسلة. مرسلة؟ ممن يا ابنة العم؟ من أختي خديجة. سيدة نساء قريش؟ الطاهرة؟ وفيما أرسلتك يا هالة؟ رأت رؤيا أدهشتها وأرقتها، وتريدك أن تطمئن بالها بما لها فيك من ثقة وما لك من علم وسعة اطلاع. أية رؤيا هذه التي أدهشتها وأرقتها؟ رأت فيما يرى النائم أن شمسا عظيمة تهبط في سماء مكة لتستقر في دارها وتملأ جوانب الدار نورا، ويفيض ذلك النور من دارها ليغمر كل ما حولها بضياء يبهر النفوس قبل أن يبهر الأبصار. يا لها من رؤية. احمل التحية يا هالة إلى بنت عمنا خديجة، وبشريها أن نور النبوة سيدخل دارها ليشرق منها نور خاتم النبيين. يا لها من بشرة تحملينها إلى بنت عمنا يا هالة. هو فرحتاه، نور النبوة يسطع من دار أختي خديجة، ما أجملها من رؤية. عم، ألست عمرو بن العاص؟ بلى، من الرجل؟ أنا سعد بن قضاعة من بني قضاعة، تقابلنا في سوق بصرة منذ عامين وكان معك والدك. تذكرت، مرحبا بك. ما الذي أتى بك إلى هنا والشقة بعيدة ما بين مكة وموطن عشيرتك؟ جئت أشتري بعيرا. إبل مكة لا تضاهيها إبل، وهل وجدت بغيتك؟ ليس بعد، قدمت منذ قليل فقط، طفت بالبيت وبحثت عن والدك العاص، فأنا أعرف أنه خبير بالخيول والإبل ولكني لم أجده. أنا أعرف أين يمكن أن أجده، تعال معي، بل انتظرني عند بئر زمزم. يا أبي لا تستنفد كل طاقتك، فلأهل دارك عليك حق. ماذا أتى بك إلى هنا؟
أتتجسس علي وتحصي علي خطواتي؟ ما كنت يا أبا عمرو، وإنما جئت إليك فيما هو أهم وأكثر فائدة. واطمئن، فلن تعرف أم هشام مني أين كنت. سيكون هذا سراً بيني وبينك. وكم ترغب أن تشتري من النوق والإبل؟ 1000 بعير. ألفاً ألفاً؟ سوق الجمال عندنا سوق رائجة، والجمل العربي له شهرة واسعة، خصوصاً المكي. سأنفذ لك هذه الصفقة. مع العاص أبي. متى؟ بعد شهر تأتي إلى هنا وتسوق كل النوق إلى موطن عشيرتك. يمكننا أن نستضيفك هذا الشهر لو قبلت. لا، بل سأرحل وأعود في الموعد المحدد، وقد اتفقنا على الثمن، فها هما كيسان بكل واحد 3 أوقيات من الذهب، وباقي الثمن عند استلام النوق والإبل. ألم تنس شيئا يا أبا عمرو؟ خذ نصف ما أخذت، فالصفقة مناصفة كما اتفقنا. كن شاهداً أنه قاسمني فيما دفعت. وهل بين الأب والابن حساب يا رجل؟ ليس مع من كان مثل عمرو، اسألني أنا. سأطوف بالبيت أولاً ثم ألحق بكما. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا من ملكت وما ملك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك. يا لص يا لص، تسرقني وأنت تطوف بالبيت؟